national anthem of Russian Federation. Государственный гимн Российской Федерации. المباراة على وشك الانطلاق هنا في استاد القمة في سان بيترسبورغ. أكثر من 100 سنة على أول تشكيلة المنتخب مصر لعبت ضد المنتخب العسكري الإنجليزي وفازت مصر وقتها 3-1. الإيطالي ماسيميليانو إيرا الترانجل وسود السنغال ينتصرون على الكينغ ليفاندوفسكي 2-1. إن شاء الله كون بادرة خير وفعل خير على المنتخب حتى الدفاع في برشا. كرة خطيرة صعبة وفرصة خطأ صار وكرة خطيرة وبداية قوية، بداية قوية المنتخب الروسي. روسيا في رأيي ستكون أخطر على مصر من الأوروغواي، أقول وأنا على ديني في الدقيقة 6 من الشوط الأول. ليغا نتاع الشامبيونز ليغ، كرة روسية والشناوي يتألق، يتألق شناوي. ماهيش حكاية عزيمة، القلب موجود داخلنا العاطفة، نحن شعوب عاطفية نميلوا ونميحوا مع الرياح. كرة مرعوبة من الماتش الأول الافتتاح، كرة بالراس ترجع من الدفاع، يعني يقول المثل السعودي الخليجي الشهير، يعني كثر الدق يفك اللحام. بالفعل شفنا البارح تونس أو مصر ضد الأوروغواي وإنجلترا، صمود 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 صمود، ومن بعد في الاخر دموع دموع عربيه من اجل ان نرى يوم منتخباتنا ماشيه مليح في المونديال. تمشي العرضيه خطيره صعبه في منطقه الجزاء، يطلع الشناوي. نعرف شو نقول كي قلت لكم ماتش روسيا باش يكون اصعب، لانه احنا العرب عندنا شيء ثاني ايضا يعيبنا في كره القدم بالنسبه لجمهورنا بالنسبه لاعلامنا. وانا الامتلاك مره اخرى تيكي تاكا للروس، تضرب في الجدار داتي كوبر، سجل 13 هذا ال 14 ويمشي مره ثانيه يلعب كره خطيره. اضرب مروان عن طريق عبد الله، يمشي السعيد، الراسيه قريبه جدا يا مروان. مروان محسن ضيع الهدف الاول. يلزم يلزم مصر، ما عندهاش خيار، ما عندهاش خيار. راهو اذا باش تجاسبوا في الهجوم باش تسجلوا وتفرحوا والاصرار. تمشي الكرة وسط الميدان، مصر تهاجم، هذا المطلوب، يمشي تريزيجي، أي 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 تريزي، أي الجي حتى الكرة تريزيجي، كرة في الواحد صفر للمنتخب المصري. خايف، تشيرتشيسوف خايف، ولا اسمه تشيرتشيسوف، 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 يلزم فماش خوف. الراول هكتور كوبر تمشي كرة خطيرة، كرة ملعوبة على القائم الثاني، واحدة ترجع الكرة مناش مسلمين وضربة قوية للروس. هذا هو الشعار العرب الأربعة هنا في مونديال روسيا، مناش مسلمين، مناش مسلمين، مناش مستسلمين. لاخر لحظة لاخر زفارة نتاع حكم، ترجع الكرة روسيا تمشي للحمرة، توزيعة خطيرة. علي جابر موجود، علي جابر للانضباط والالتزام والتواصل.
شوف المثل تريزيجي حس بعودة صلاح الماكينة الدور الثقة موجودة حذاري من الكرات الثابتة كورة صعبة قصير عبد الشافي ترجع كرة روسية يمشي رقم في فرنانديز هذا برازيلي جنسو كان من مواليد ساو كايتانو في مقاطعة ساو باولو دي برازيل ساميدوف الزبنين خطيرة والكرة حجازي بالراس صعبة خرج كرة الشناوي برافو محمد الشناوي برافو يا المصراوي الأهلاوي ترجع كرة مش الشناوي تلعب مهاجمة اليوم يمشي كرة فتحي خطيرة دندن يا تريزيجيه اضرب الكرة يا تريزيجيه الآن كرة حاضر حذاري بالمستقبل حذاري تخوف وبرافو الكرة عبد الشافي يقطع الكرة ترجع الفريق الروسي مباراة قوية برشا مباراة من أمتع ما يكون مباراة تزيد متعتها لو يسجل المنتخب العربي المصري جول صفر هجومي المنتخب المصري قاعد يلعب ويحرك في الأطراف صايب روسيا عندها كم فياب ترجع بالرأس كرة في وسط الميدان للحارس في وسط يمشي روسيا يلعب الكرة على الأطراف خطيرة جدا في ظهر عبد الشافي متفوق محروسة يمشي فتحي عرضية يضغط أو عبدالله السعيد يمشي عبدالله يلعب الكرة عبد الشافي بالرأس خطيرة صلاح جول مش ممكن كرة ضاعت فرصة كرة ضاعت هذه المباراة منقولة نذكركم على قنوات بين سبورتس ومن يشاهدها بطريقة أخرى تعتبر سرقة بالانتظار مصري يلعب مصري سدد ومصري يضرب لها كورة من مروان محسن 22 مباراة ستكون على قنواتنا مفتوحة في هذا المونديال الروسي مصر ضد معسكر الشرق الروسي المراوغة خطير على طرف النني يغطي حذاري انجلترا في الفولغوغراد 0-1 لإيران مصري ترجع الكرة أرض الكنانة وبلاد النوبة النني شوت يضرب أحسن وبعيد على صلاح مصر تهز الأرض كانت عندهم غنية الأشقاء أولاد النيل عبد الشافي يلم خطيرة صلاح هرب يا صلاح حطها يا صلاح مش ممكن فرصة كبيرة ملا فرصة أخطر فرصة مصرية في كأس العالم منذ هدف مجدي عبد الغني أعجبني لأنه القاش كل اللي معاه لأنه صار روسي حذاري من هذه الكورة خطيرة صعبة مرت سليمة مازال الخطر الروسي مازال الأمل الروسي في كورة تمشي على الأطراف المراوغة الانطلاق الشوط الأول رسميا في سان بيترسبورغ ينتهي على البياض 0-0 سادس مباراة لمصر فول حاسمة لأنه الحاسم هو الهدف أسيست ولكن الفريق السعودي يقول لك نوصل للدور الثاني فرق الأهداف هنا كورة وصعبة وخطيرة والهدف الأول 1-0 عكسية من فتحي 1-0 عكسية من فتحي الشوط الثاني وقلة التركيز الشوط الثاني والهدف الروسي 1-0 في مونديال يحضر فيه الهدف في كل ماتشاته 1-0 للفريق الروسي بالنيران الصديقة حقيقة حظ غريب أهداف في الأوقات القاتلة ثم هذا ثاني هدف نقبلوه بنيران صديقة فتحي وغالت الحارس محمد الشناوي هنا الشناوي بالبوكس كان ممكن يشد كورته ولكن اللوم بعد القضاء بدعة هل كان هناك خطأ على فتحي أو لا هذه التسديدة كانت حقيقة هدف مراوغة خطيرة يدخل منطقة الجزاء يعمل توزيع على جبر روسي عن طريق زيكوف يوزع الكرة زيكوف ركنية جديدة الركنية رقم 5 للروس منتخب المصري بعد الهدف تراجع المستوى جبر هي بالراس يضرب راس خطيرة يضرب مروان يلفو الثاني يبدأ المصر في الدقيقة 10 بهذه الكرة بهذه الفرصة صلاح جول صلاح يضرب الكرة في الدفاع ركنية المنتخب المصري لذلك قلت في لحظات سابقة لهذا الاتاك المصري القوي أن مصر رسميا خسارة مصر رسميا تعني باي باي المونديال يرجع بالكرة خطيرة يمشي فريق الروسي خطيرة العرضية والهدف الثاني عن طريق تشيرتشيف فريق المصري تحل في الدفاع
عمل برشا اخطاء في التمركز في البوزيشن حتى موقع للدفاع المصري كارثي في الشوط الثاني والفريق الروسي سجل الثاني. مباراة تزداد صعوبة، مباراة فيها واقع وواقعية الروس واضحة جدا الأمور. الفريق الروسي واقعي جدا، تقريب فورستين بهدفين، كورتين بهدفين، في المقابل الفريق المصري خلق 4-5 فرص في الماتش هذا ولا هدف. شوف الكرة 2-0 للفريق الروسي في ربع ساعة لعب من الشوط الثاني. فرصة خطيرة، فمانيار والهدف الثالث، فمانيار للفريق المصري، الهدف الثالث عن طريق اللاعب زوبا. 3-0 برشا في سير المباراة، في إمكانيات المنتخب المصري وفي اللقاء اللي تفرجوا فيه. الشوط الثاني ما عرفناش الفريق المصري، ربع ساعة في الشوط الثاني مصر ما جاتش. نتيجة الحقيقة تولي ثقيلة وتاريخية وكارثية، أول مرة من عام 34 المنتخب المصري يقبل برشا أهداف في مباراة مونديالية. خلاص حلم الانتصار يتبخر، آمال التعادل تتعثر. ذكروا نحن الركور كان في 98 بثلاثة منتخبات، تونس المغرب مصر. فرصة والهدف الأول يضيع، فرصة والهدف الأول يضيع من تريزيجيه. على الأقل هدف، على الأقل اثنين، على الأقل حسن سكور، على الأقل مصر مطالبة الآن أنها متخرجش من المونديال. يمشي صلاح، حاول محمد صلاح والتسديدة، كرة بعيدة، كرة بعيدة من الفريق المصري، كرة كانت بعيدة من عبد الله. يمشي صلاح، خطيرة، فرصة الهدف، صلاح، ضرب جزاء، ضرب جزاء للمنتخب المصري، ضرب جزاء للمنتخب المصري. لا كرة تسجل، يمشي صلاح، يمشي صلاح وجول. الهدف التاريخي، الهدف التاريخي بعد سنوات، بعد سنوات يسجل المنتخب المصري في الورد كاب عن طريق صلاح. قلت لكم في بداية الشوط الثاني أو في نهاية الشوط الأول 35 هدف تفاصيل صلاح. قلت لكم كي كسر ياس كيفاش زفر مخالفة، واضح الكرة، حذاري عمرو وردة، ترجع من الروح، اضرب الثاني والحارس كان فيف. كان فيف يشد الكرة قدام رمضان صبر وردة، عمرو وردة يوزع كرة منطقة الجزاء، فما ضرب الجزاء الثالث، يمشي السعيد لا تهتم بالتحكيم، مش ممكن. هل كانت هناك ضربة جزاء ثانية لمصر؟ قبل المصري ممكن في كرة، ممكن في كرة الراسية من الدفاع، وين الراس، وين العرضية، خطيرة والدفاع الروسي أخرى للفريق الروسي، خطيرة جدا وفرصة للهدف الرابع، والكرة ما زالت وركنية، ركنية للفريق الروسي رقم 19. مكة المكرم على بيين ضد الفريق البرتغالي. يمشي صلاح، يدخل صلاح، فرصة للهدف الثاني. ما هذا يا وردة، ما هذا يا وردة، صنتك يا وردة، ولكن في الأخير خونتيني. هذه الصورة، الحكم ينظر للساعة ويزفر رسميا نهاية الحلم هنا في ستاد سان بيترسبورغ. روسيا 3 مصر 1. هارد لك للفريق المصري، هارد لك لممثل الكرة العربية. شوط أول أكثر من رائع، ولكن الفريق المصري عجز عن التسجيل. شوط ثاني شاهدنا الانهيار.